بعد طول تكهن وتخطيط، هو رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شركات ضخمة على رأسها تسلا لسيارات إيلون ماسك، يشتري موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوة لم تكد أن تحصل حتى أيقظت الكثير من المخاوف والترقب حيال مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل تجذب انتباه الأثرياء والساسة يوما بعد يوم لما لها من دور في نشر المعلومات وربما صناعة الرأي العام. كان تويتر حديث الساعة آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أن يحذف حسابه. ماذا يعني أن يمتلك شخص واحد وسيلة تواصل اجتماعي يستخدمها الملايين؟ سنحاول معرفة بعد قليل. تتضح يوما بعد يوم الأهمية المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على حياة الناس، وهو ما جعلها محط أنظار أصحاب السلطة والمال أحيانا أكثر من أي شيء آخر. لم تكن ذات وزن كبير في الماضي قبل أن تشهد ثورة مطلع الألفية الثالثة، وما صاحب ذلك من إصدار العشرات من تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي يتربع على عرشها فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب وغيرها. شيئا فشيئا تحولت هذه المنصات من وسيلة ترفيه وتواصل إلى أدوات تؤثر على مجريات العالم. لمسنا ذلك في ثورات الربيع العربي قبل أكثر من عقد، والمزاعم بتأثير روسيا على نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016 بإطلاقها حملة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذات المزاعم بحملة أطلقتها شركات مأجورة دفعت المواطن البريطاني للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل سنتين. من هذا المنطلق حرص الأثرياء على نيل نصيبهم من هذه الوسائل. آخر وأكبر خطوة في هذا الصدد تمثلت في شراء رجل الأعمال وأغنى شخصية في العالم إيلون ماسك موقع تويتر. سرعان ما أثيرت تخوفات من تبعية أهم موقع تواصل اجتماعي لشخص واحد، شخص سيحد على الأغلب من الضوابط التي التزم بها تويتر، من حذف تغريدات وحظر مغرديها تحت مظلة محاربة المعلومات المغلوطة والعنصرية والكراهية والتحريض. شخص له علاقة قوية مع الصين ويحكى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تشير الدراسات إلى أن غالبية الأمريكيين يعتمدون على الأجهزة الذكية كمصدر المعلومات، والتي تكون عادة رفيقة درب التواصل الاجتماعي. هذا العامل بحد ذاته دافع آخر لمساعي الاستحواذ على وسائل التواصل، فعبرها تغرس الأفكار أو بذورها لصناعة رأي عام ووعي جماعي يناسب صاحب السلطة المستحوذ على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يحقق غاياته اقتصادية كانت أم سياسية أم أبعد من ذلك بكثير. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من باقة الغربية دكتور أسماء غنايم، مؤسسة ومديرة مركز إن ديجيتال لتطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية. دكتور، يعني ها نحن نتابع ما يجري في العالم فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذه الوسائل على اعتاب أن تشهد تغيرا دراماتيكيا، وفهمنا لهذه الوسائل سوف يتغير الآن؟ صحيح، إحنا موجودين في هاي الفترة أصلاً، يعني عملياً الشبكات الاجتماعية أدت للعديد من التغييرات على مستوى العلاقات، على مستوى حتى الحالات النفسية وكل المجال الاقتصادي. ولكن اللي جاي علينا هو والأهمية الكبرى لإله، إحنا موجودين في عصر اللي هو نسميه عصر ثورة الذكاء الصناعي، والشبكات الاجتماعية واستخدامها للذكاء الصناعي هي عملياً البدء في توجيه الرأي والفكر العام يعني بطرق ذكية جداً، لدرجة إنه الأشخاص ما بيلاحظوا، يعني حتى إنه بيتخذوا قرار ولكن ما بيلاحظوا إنه اتخاذهم قرارهم ما كان بشكل مستقل، إنما كان بشكل موجه عن طريق الشبكات الاجتماعية. فإحنا بعصر بالفعل عصر الشبكات الاجتماعية وارتباطه بالذكاء الصناعي والتأثير على، ونسميها حتى السيطرة، مش بس التأثير إنما السيطرة على التوجهات البشرية. يعني نحن انتقلنا برأيك من التأثير إلى السيطرة، وإحدى هذه الوسائل الذكاء الاصطناعي. طب كيف يعمل هذا الذكاء الاصطناعي؟ لو هناك مثال تبسيطي. يعني عمليا تخيل انت بتفوت على الويز، تاخذها بابسط طريقه، الويز بدك تروح على مكان معين من خلال المعلومات اللي بتجمعها. التطبيق فقط لكي يفهم المشاهد ان لم يكن لدي الجميع، هذا التطبيق هو الذي هو نظام ملاحه بري لكي يصل من مكان الى مكان. تفضلي. يعني عمليا خلال السياقه بتجينا معلومات، المعلومات من وين بتيجي؟ منا احنا المستخدمين. عمليا بتيجي المعلومات وين في حادث، وين في شرطه، كل هاي الامور بتتجمع من عدة مستخدمين، ومن خلالها بيتم القرار لإلنا من أنه طريق نتخذ، أو نيجي على مثلا الإكسبرس أو حتى أمازون، إحنا اشترينا مرة شيء أو بحثنا في الإنترنت عن موضوع معين أو حتى حكينا
مع عائلتنا على موضوع، فأصواتنا وكل هاي الأشياء اللي بتتخزن منها عمليا بتستنتج هاي الشبكات الاجتماعية بغض النظر على نوعيتها، أي نوع من الناس، شو ميولنا إحنا، شو الأشياء اللي بنحبها، مع مين إلنا علاقات، ومن خلالها بتم عمليا زي كأنه ملخص وتجميع لمجمل معلوماتنا وتوجيهنا، وهيك بصير تظهر عنا الدعايات عمليا والتوجيهات، إن كان للسفر وإن كان للمشتريات أو إن كان مين صاحب من خلال الفيسبوك، ولا مع مين نتواصل، مين نتابع بالتويتر. كل هاي الأمور عمليا بتتوجه لنا من خلال عدة طرق، واحدة منهن الدعايات، نوعية المحتوى اللي بصير يبرزنا فيها، أو تكرار محتوى معين أمام عيوننا لحتى نتأثر من خلاله، أو حتى يعني إظهار مقاطع فيديو بتكون مقاطع عمليا طويلة، ولكن اختيار مواقع محدودة من هذا الموقع اللي معنيين إنه التأثير لنا يجي عليه، وأحيانا بيكون استخراجه حتى من السياق الحقيقي تبعه وتوجهه لمكان آخر. لكن إن لم أكن مخطئ أن هذه البرمجيات تستخدم أكثر شيء لأغراض التسويق، سوف أعود إلى هذه النقطة. أريد أن أعود إلى ما جرى هذا الأسبوع، شراء إيلون ماسك تويتر. لماذا كل هذه الضجة دكتور؟ هي عمليا للهدف اللي حكينا عنه اليوم، مين اللي بيسيطر على العالم؟ مش السياسي ولا السياسيين، عمليا السيطرة هي موجودة، مين معاه معلومات عن البشر أكثر. فرأس المال الحقيقي اليوم اللي من خلاله يتم التأثير على مستقبل العالم وعلى مستقبل الشعوب هو من خلال الأشخاص أو الشركات اللي معاها المعلومات الأكثر من المجتمعات ومن الناس. فعمليا تويتر هي من أكبر الشبكات الاجتماعية، ولذلك اليوم كلنا عارفين إنه التوجيه الإعلامي من خلال الشبكات الاجتماعية هي الأكثر تأثيرا على الناس وعلى الشعوب. وعلى فكرة مش بس اقتصاديا، احنا في عنا هون كمان يعني الاقتصادي هو جزء، ولكن أيضا الأجندة، أجندة سياسية، أيديولوجية، كل هاي الأمور هي يعني لا تقل أهمية عن المجال الاقتصادي. فالاقتصاد والأجندة السياسية والأيديولوجية هن عملين المحركين للسيطرة على نسميها مصادر ومحركات البشر، واليوم هي عمليا الشبكات الاجتماعية بأنواعها، مش الشبكات الاجتماعية فقط بمفهوم تويتر وإنستغرام، إنما أيضا يعني كل شيء، اليوتيوب اللي بنحضره هو عبارة عن شبكة اجتماعية، المواقع اللي بنشتري منها هي عمليا احنا يعني كل الانترنت تحولت لانواع مختلفه من الشبكات الاجتماعيه. طب لو نبسط الموضوع اكثر او نحاول نصل الى النتيجه النهائيه، بالضبط ما الذي يطمحون له سواء ايلون ماسك او غيره من الاثرياء واصحاب السلطه والمال؟ ما الذي يسعون له كهدف نهائي؟ هل ان يتجه الناس لشراء منتوجاتهم، ام يكون لهم لمسه في السياسه الدوليه، ام ماذا؟ يعني عمليا احنا من اذا يعني بنطلع على العالم السياسي ايش يعني عنده هدفين بالغالب، اللي هي الموارد بانواعها المختلفه، وايضا اختيارات وافكار الناس. فاحنا عمليا الشبكات الاجتماعيه هي بالضبط لها نفس الهدفين، يعني انه باللحظه اللي انا بياثروا علي اشتري من انو مواقع او اي منتجات، فمن يوم بياثروا علي كمان على ثقافتي. فأنا لما بقرر أشتري منتج بتصميم معين، فعمليا أنا يعني أدخلته لحياتي، أدخلته بشكل فردي وبعدين بيدخل بشكل مجتمعي، وعمليا يعني وجه المجتمع ككل بتغير من هاي الناحية. وأيضا التركيز الاقتصادي بتحول يكون في أماكن محدودة وبتحول لأشخاص محدودين وكمان في دول محدودة. فعمليا التركيز للتأثير بيصير عمليا بشكل عالمي، ولكنه مركز بمناطق محدودة بالعالم. وإحنا وكل قضية اليوم المصطلح اللي هو منيح نفهمه كلياتنا، إنه عشو بتتنافس كل الشبكات الاجتماعية، هي بتتنافس على الوقت تبعنا، على المشاركة تبعتنا، على انتباهنا، ومنها بتم التأثير على خياراتنا واختياراتنا والقرارات اللي لكن دكتور، من يتابع الآن الأحداث ومن يقرأ الأخبار يجد بأن هناك لربما أبعادا أكبر من ذلك بكثير. يعني عندما يعلق البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي على الموضوع ويعبر عن تخوفه من شراء إيلون ماسك لتويتر، يعني هناك مسألة مخيفة وكأنها من أن هذا الشخص أو غيره سوف يتحكمون مستقبلا بكما تفضلت صناعة رأي عام، ليس فقط من أجل منتجات وبعض الأمور هنا هناك واقتصاد، وإنما لأمور أكبر من ذلك.
هي عمليا التخوف الكبير انه اليوم موجود عندنا دول وتاثير الحكومات على دولها الداخليه نوعا ما لا زال بقوه معينه، ولكن مجرد احنا مرحله انتقاليه، هي مش رح تصير فجاه، ولكنها هي موجوده وصارت من قبل. كلنا بنعرف اليوم معلومات اللي موجوده في جوجل، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تأثيرهم على الناس أصبح اليوم أكثر بكثير من الإعلام الرسمي والمركزي. بالضبط. فاليوم الناس ما بتستخدم كثير الإعلام الرسمي والمركزي، فالقناة هاي قناة التأثير وقناة التشكيل، نسميها تشكيل الرأي العام، صارت ضعيفة بأيدي الحكومات وتحولت لتكون بأيدي، طبعا هو بالمعلن بيحكي انه صارت بأيدي الناس، بأيدي الشعوب، ولكنه الحقيقة بأيدي نخبة، بأيدي الشركات. مزبوط، هي بأيدي وليس شركات، يعني كما تفضلتي ربما لم يعد من يقود العالم هو الزعيم، وإنما هذا الشخص الذي يمتلك وسائل التواصل الاجتماعي هو من سوف يقود العالم، إلا أن يكون الآن ربما مستقبلا. والقيادة ذكية، يعني عمليا احنا يعني بنحكي عن الذكاء الصناعي، انه القيادة لدرجة انه الانسان اللي ما عنده يعني مستويات تفكير عالية ما بينتبه انه قراره اللي اتخذه بتأثير الامور اللي شافها بالشبكات الاجتماعية بشكل متكرر ومكثف، فبيكون الشعور الداخلي عند الانسان العادي والبسيط وكأنه هو اللي اتخذ القرار. ولكن حقيقة البرامج الذكاء الصناعي اللي عمليا مهندسي ومبرمجي كل الشبكات الاجتماعية هي وجهت، صحيح. يعني على سبيل المثال مش عبث إنه مثلا في الفيسبوك ما عندك الديسلايك، عندك اللايك، فالهدف هناك إنه لا، ما بدهم الناس تشعر شعور سيء إذا حدا حط لهم ديسلايك ويطلع من هاي الشبكات، لا خليكم في الشبكات، تفاعلوا أكثر، بنفتح لكم الأمور اللي بنسميها جذابة أكثر وفعالة أكثر، وعشان تضلكوا بالشبكات هاي الاجتماعية، ومن هون بصير. والآن هناك تخوف كبير من أن يسير هؤلاء البشر من قبل هذه الشركات التي سوف يتطلع كثير من صناع المال والقوة والسلطة للاستحواذ عليها. طيب سواء كحكومات أو كمواطنين، ما الدور الذي عليهم فعله للتنبه لهذا الأمر؟ نبلش بمفهومي أنا الشخص اللي هو قضية الفرد، المواطن. إحنا بنحكي اليوم بالعصر الحديث واللي جاي عندنا تحديات كثير كبيرة، وحتى التحديات مركبة أكثر، والإنسان العادي بالتفكير البسيط والعادي لا يمكن ينتبه لها أو يعرف يتعامل معها. فأول شغلي هو عمليا التعلم والوعي والتفكير بمستويات جدا عالية، يعني بلش نفهم التركيب المعقد اللي موجود حوالينا، حتى لما نتخذ قرار ما نتخذه بناء على معطيات سطحية بتوصلنا أو التأثيرات الزخمة اللي موجودة من كل الاتجاهات بالشبكات الاجتماعية، وإنما يكون عندنا القدرة على التفكير بناء على قيمنا الذاتية وقيمنا الشخصية. فأول شيء الوعي الذاتي، لا إيش بيصير بالعالم اللي حوالينا، إيش هي التكنولوجيا، إيش الذكاء الصناعي، كيف بيأثر عليك. ولكن مثلا الحكومات الآن، من ربما الحكومات سوف تخضع نتيجة اللوبيهات التي يفرضها هؤلاء الأقوياء ماليا. بالغالب الحكومات بتيجي بمرحلة متأخرة، يعني حتى الشبكات الاجتماعية كنا نشوف انه كان فيها التأثير اللي بيجي من عالم عمليا عالم التكنولوجيا، وبعد ما ينتبهوا انه الناس صارت موجودة هناك بتبلش الحكومات تتوجه، ولكن بالغالب بتكون بخطوة متأخرة. أشكرك على كل هذه المعلومات دكتور أسماء غنايم، مؤسسة ومديرة مركز إن ديجيتال لتطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية، كنت معنا من باقة الغربية، شكرا جزيلا لك. شكرا.